يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. دي اسلام در پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمائي الزو بيا ذا الجلال والإكرام. دي ذا الجلال والإكرام فذكر كولو مستمر فاتي دغراز تردي حملو ذكر يا حي يا قيوم. علماء واي شام دغد رب العالمين ذات اسم اعظم شكل پدغ مبارك نامسرا لالله جل جلاله هنا سو مختلشی نور کی افتاد انبتم يا حي يا قيوم. افتاد انبتمت يا حي يا قيوم. من زند انبتمت يا حي يا قيوم. من كيسو تبصرت معناي جانو تن فروليت عانيت يا حي يا قيوم. دردي سري خمار بدوران مكشت مستي معي مدامت يا حي يا قيوم. ميري سرير سلطنتي عيش زندگيس ميري سرير سلطنتي عيش زندگيس از جال جانو جهانیان اما استند روز و شب مرهون صبح و شام تو یا حی یا قیوم. باشد نظام عالم ایجاد استوار بر پایه غلام تو یا حی یا قیوم. باشد نظام عالم ایجاد استوار بر پایه نظام تو یا حی یا قیوم. باشد مدام و دیده میرا فیضی بر فضل خاص و عام تو یا حی و یا قیوم. افتاد امدام تو یا حی و یا قیوم. من زنده امدام من زنده بنام تو یا حی. دغرا تردی هم لو ذکر یا حی یا قیوم. علماء وای چه هم دغه د رب العالمین ذات اسم الاعظم چه کله په دغه مبارک نامو سره ل الله جل جلاله نا سو وغوښتلی شي نو ورکوي.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. شکل اتاسی پروردگار تخپل فریاد کاو فجواب کی هغه فرمایل چې زستاسی د مرستی لپارا پر لپسی یو زر فرشتي درلیک